السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل والشيخ أحمد إن موريتانيا تشعر بقلق عميق من استمرار التدخل الأجنبي بليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي وحده هو الكفيل بوضع حد نهائي للوجود الأجنبي والأطماع الخارجية. وحمل الوزير خلال لقاء بدبلوماسي ليبي في نواكشوط حكومة طرابلس مسؤولية القبول بوقف إطلاق النار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم إطالة أمد الأزمة. نقلت مصادر إعلامية أن الوزير الأول الجديد المهندس محمد البلال التقى الرئيس محمد والشيخ الغزواني أمس الجمعة في القصر الرئاسي بنواكشوط بعد نحو 24 ساعة من تكليفه بتنسيق عمل الحكومة. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع الموريتاني تشكيلة الحكومة الثانية بعهد الرئيس محمد والشيخ الغزواني. كشفت النشرة اليومية للجنة الطوارئ حول حاصلة الأضرار الناتجة عن الأمطار والعواصف أن سيدة توفيت ببلدية أغورط في ولاية العصابة، كما أصيب ثلاثة من أفراد عائلتها بجروح متفاوتة جراء عاصفة رعدية، وغمرت السيول جزءا من الحاجز الرملي الخاص بحماية مدينة إمبود في ولاية غورغول مما يشكل خطرا على سكانها وفق النشرة. وكانت وزارة الداخلية قد طالبت قبل أيام بأخذ الحيطة والحذر بعد وفاة أشخاص في عدة ولايات بسبب الأمطار. نظمت تنسيقية عمال النظافة التي تضم العمال بولاية نواكشوط الثلاث وقفة احتجاجية بالعاصمة نواكشوط تنديدا بفصلهم من عملهم بطريقة وصفوها بالتعسفية. وأكد العمال أنهم يعيشون وضعية صعبة جراء فقدان مصدر دخلهم الوحيد الذي كانوا يعيلون به أسرهم. وناشدوا الرئيس محمد والشيخ الغزواني باكتتابهم بعد أن أمضوا سنوات في الخدمة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج بل الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.